انا عارف ان انت ما بتحبنيش، وعارف انت شايف اني دخلت حياتك ولخبطتها فجاه، بس عايز اقول لك ان انا وراويه بنحب بعض، بس عمرنا ما هنعمل حاجه من غير موافقتك عشان هي دي الاصول، وانا راجل اتربيت على الاصول. راويه فين يا طه؟ عند واحده قريبتنا، ما تخافيش. انا وراويه عايزين نتجوز، بس اطمني مش هيحصل من غير موافقتك. انت بتحبها بجد يا طه؟ بحبها، انا بحبها وبخاف عليها وبحطها جوه عينيا واخليها اسعد واحده في الدنيا. انا عارفه كويس قوي ان بنتي عنيده وعصبيه، واللي في دماغها لازم هيحصل، بس برضه مش هيحصل من غير موافقتك. انا ممكن اروح اجيبها واجيلك دلوقتي؟ لا مش دلوقتي، دلوقتي في خطوره عليها. خطوره؟ مفيش حد يقدر يقرب لها طول ما انا موجود. اكيد طبعا، بعدين انا فاهمك. ايه بس هي اكيد دلوقتي عايزه تشوفك. انا كمان عاوزه اشوفها، عشان في حاجه مهمه جدا اني اديها لها. طه، على فكرة أنا مش ما بحبكش، عن إذنك.